انضموا المركز المغربي لمبادرة التنمية كأول مهرجان ديال السينما الكوميديا في المغرب وبل أيضا في إفريقيا وفي العالم العربي. احنا غادي هاد الدورة الأولى غادي نقدموا فيها 30 فيلم جاية من 16 دولة. هاد 30 فيلم في الحقيقة تختارت من بين 1450 فيلم اللي جاتنا من 87 دولة. إذا كاين واحد تنوع كبير في الأفلام اللي غادي نشوفوا في هذا المهرجان. ثم ايضا هذا المهرجان غادي نديروا فيه تكريم لواحد الفنان اللي معروف عند المغاربه وهو السي عزيز داداس، وغادي نديروا بعض العروض خارج المسابقه ديال افلام الكوميديا المغربيه، الحنش ديال السي المريني والتاكسي البيض ديال السي مالزي. وغادي ايضا نديروا واحد الندوه اللي هي غادي نتكلموا فيها على السينما الكوميديا والتطور ديال هذا الصنف ديال السينما لا في المغرب ولا دوليا. واحد المجموعه ديال الشخصيات ايضا اللي كيهتموا باش ان شاء الله يكون حفل السينما ويكون تكون فيه الفائده للميدان السينمائي في المغرب. في نفس الوقت نتمنى ان هذا المهرجان والدوره الاولى ديالو تكون خطوه اولى من اجل تلميع الصوره ديال المدينه ولا المساهمه في مزيد من التلميع ديال الصوره ديال العاصمه، عاصمه الانوار، عاصمه الرباط ديال المملكه. ويعني نساهموا قدر المستطاع تحنا في جلب عبر هذا المهرجان فنانة دوليين وحتى مجال السياحي نساهموا في يعني تطوير المجال السياحي في مدينتنا الرباط. شكرا.